طب السؤال ده ناقشتنا على نعم سؤالين. تفضل. في راجل شيخنا يعني أمواله مثلا فيها شبهة ولا كده، يعني مثلا شيخنا هو يعتبر بيتاجر في المخدرات لكنه بيقرض ناس قروض حسنة، فحكم اللي بياخد منه قرض حسنة شيخنا يعمل إيه؟ إذا كنت مضطرا يجوز أن تقترض من اليهودي، والنبي عليه الصلاة والسلام مات وقد استسلف شعيرا من يهود على درع رهنه له، جزاكم الله كل خير يا شيخنا كده.